هذا وأكد الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تأتي لتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر إيمانا بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم لفيروس كورونا. وأوضح الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة تمكين الذي عقد عن بعد أن مبادرات الدعم المتنوعة تأتي في ظل ما يواجهه العالم بشكل عام من تحديات بارزة ومساعي تهدف لإيجاد الفرص التي تسهم في تقديم حلول الدعم الأمثل خلال هذه الظروف الاستثنائية، فيما يسهم أيضا في الحد من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا على القطاعات الأكثر تأثرا، حيث قامت المملكة بجهود واضحة في تقديم دعم نوعي عبر تقديم منح مادية لدعم مؤسسات القطاع الخاص في تكاليفها التشغيلية بما يضمن استمراريتها في وجه مختلف التحديات. وقد ناقش المجلس خلال لقائه أبرز الخطوات التي قامت بها تمكين، وتم العمل على رسم أهم ملامح سيناريوهات العمل للفترة المقبلة والتركيز على استدامة أهداف الدعم فيما يحقق الأهداف الاستراتيجية لتمكين. هذا وشملت المرحلة الأولى من البرنامج دعم أكثر من 15,000 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر، فيما ركزت المرحلة الثانية على مواصلة الدعم للمؤسسات الأكثر تأثرا من الجائحة لتعزيز جهود استمراريتها في السوق، فضلا عن مضاعفة الدعم لهذه المؤسسات بما يساهم في تعزيز تحقيق هذه الأهداف المرجوة على الوجه الأمثل.